شبكة تجسس لصالح روسيا تمتد من برلين إلى فيينا. النمسا تؤكد نجاح طيران شنغن مع رومانيا وبلغاريا بعد ترحيل 90 لاجئ. استمرار تراجع التضخم في النمسا عند 4.2% في مارس. منظمة السلام الأخضر تطالب بفرض ضريبة على المساكن الشاغرة. واعتقال موظف بنك متهم بالاحتيال على عملاء كبار السن. وأخيرا الانتربول يعتقل ألماني في المغرب هرب من سجن إنسبروك. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أظهرت تفاصيل جديدة عن شبكة جواسيس تخدم روسيا في أوروبا تعمل من برلين، حيث يزعم أن رجلا أرسل سعاه من برلين إلى فيينا وحاول الساعي الحصول على جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على محتويات هامة بقيمة 20,000 يورو ليتم إرساله إلى جهاز الأمن الروسي. وقد تم اكتشاف هذا العمل بعد اعتقال إيغوستو أوت في فيينا، وهو ضابط سابق في المخابرات النمساوية. وتضم الشبكة أشخاصا مثل جان مارسيليك المدير السابق لشركة وير كارد، ومارتن فايس المدير السابق للمخابرات النمساوية. أكد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر نجاح تطبيق اتفاقية طيران شنغن مع رومانيا وبلغاريا، ما يعني إلغاء مراقبة جوازات السفر في الرحلات الجوية داخل منطقة شنغن. وناقش كارنر التعاون مع رومانيا في مكافحة إساءة استخدام اللجوء ومنع الاتجار بالبشر وتأثير بدء تطبيق طيران شنغن مع رئيس مطار فيينا، وحث على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز التحقيقات في تزوير جوازات السفر وأعادة طالب اللجوء عبر بلغاريا ورومانيا، حيث تم إعادة 90 شخصا هذا العام معظمهم من السوريين والأفغان. أظهرت تقديرات سريعة من هيئة الإحصاء النمساوي أن معدل التضخم في مارس بلغ 4.2% مقارنة بنسبة 4.3% في فبراير، بانخفاض 55% عن مارس 2023 والتي بلغت 9.2%. وفي الوقت نفسه بلغ التضخم في ألمانيا 2.2% وفي فرنسا 2.4%. وعلق وزير المالية ماغنون برونر على هذه الأرقام مشيرا إلى توقعات بانخفاض التضخم لعام 2024 بنصف قيمته عن العام السابق. وأشار معهد مومنتوم إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات في النمسا مقارنة بالدول الأخرى، مما يبرز أهمية قوانين الكبح للحد من هذه الارتفاعات. دعت منظمة السلام الأخضر إلى فرض ضريبة على المساكن الشاغرة في النمسا، وذلك لتقليل بناء 60,000 شقة جديدة سنويا، مع وجود 230,000 شقة شاغرة في الوقت ذاته، وتجنب إغلاق المزيد من الأراضي. وأشارت المنظمة إلى فرنسا كنموذج، حيث تم خفض معدل الشغور بنسبة 13% منذ عام 1999، وانتقدت أيضا زيادة المساكن بمعدل أسرع من نمو السكان، معبرة عن إمكانية توفير مساحة تصل إلى 4,170 هكتار للبناء الجديد من خلال إعادة تنشيط المساكن الشاغرة والمنازل الثانوية. اعتقلت الشرطة النمساوية موظف بنك سابق بسبب اتهامات بخداع العملاء في معاملات الأوراق المالية.
وتم نقل المتهم إلى سجن كلاجنفورت حيث يشتبه في قيامه بالاحتيال على مدار 17 عاما، مما أدى لضرر يزيد عن 300,000 يورو. وقام الجاني باستهداف المسنين الذين يفضلون الخدمات المصرفية التقليدية، حيث كان يتلاعب في تزوير كشوفات الحسابات، ويتهم حاليا بجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة. تمكن الانتربول الدولي من اعتقال ألماني في المغرب هارب من سجن إنسبروك، حيث هرب السجين خلال إجازة في يوليو من العام الماضي. وكانت المحكمة قد حكمت على السجين عليه بالسجن لمدة 20 شهرا بتهمة ارتكاب جرائم مالية، ولم يعد السجين خلال إجازته في يوليو 2023. وبعد عمليات بحث فاشلة تولى مكتب التحقيقات الجنائية في تيرول التحقيق بمساعدة من الشرطة الألمانية والتركية، وتم العثور على المشتبه به في المغرب والقبض عليه في 17 مارس في مطار الدار البيضاء، حيث سيتم تسليمه إلى النمسا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.